أهلا بك. بداية يعني الأخبار المتعلقة بسيطرة الجيش الحر على حواجز في الزبداني وأهمية ذلك كون للمنطقة أساسا أهمية استراتيجية جغرافيا. براء، يبدو فصل الاتصال نعم مع براء. الحقيقة لا نعم موجود، اسمع تفضل بي. تفضل. نعم نعم الحقيقة يعني مدينة الزبداني لها أهمية استراتيجيا جغرافيا ولوجستيا وعسكريا، فهي تقع على الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا، ولها اتصال مع القلمون الغربي، بلدات القلمون الغربي يبرود ورنكوس وجريجير ورأس المعرة. جميع هذه البلدات التي تتصل في مدينة الزبداني يحاول عناصر حزب الله اللبناني منذ سنوات السيطرة على هذه المدن لكي يكون لهم هناك خط آمن تدفق عناصر مقاتلي حزب الله اللبناني والميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام السوري. من أجل ذلك تكون مدينة الزبداني الحقيقة لها يعني ميزات جغرافية لوجستيا وعسكريا، وهي أيضا تقع بالقرب من مدينة بلودان ذات الأغلبية المسيحية، وتقع أيضا على الشريط الحدودي، فلها ميزات كثيرة وغير ذلك من الميزات. الحقيقة كانت هناك معارك خلال الأيام الماضية، استطاع الثوار تحرير 5 حواجز. أهم هذه الحواجز هو النقطة الأولى والنقطة الثانية وحاجز زعطوط، وهو الذي يفصل مدينة بلودان بمدينة الزبداني. الآن أصبح تحرك الثوار في تلك المنطقة أسهل تحركا، وهناك يستطيعون الآن جلب مقاتلين من القلمون، ويستطيعون جلب مؤازرات، ويستطيعون جلب أيضا ذخائر ومقاتلين من الفصائل التي تعمل في منطقة القلمون الغربي. ما زالت المعارك مشتعلة في عدة مناطق في الزبداني، واستطاعوا أيضا تحرير عدة مفارز عسكرية منها المفرزة الأمنية. وأعلن الجيش الحر في الساعات الماضية عن مقتل العشرات من قوات النظام وتدمير دبابتين من طراز 72، والسيطرة أيضا على عدة آليات وذخائر، ومنها ايضا دبابات من طراز 72 وعربات شيل. اذا هنا الحديث عن مقتل عدد يعني كبير نوعا ما بالقياس طبعا من جنود النظام، وايضا اسر ضباط مع الجنود اللي عاملين معهم. نعم فعلا كانت هناك بعض المعرفات على تويتر التابعة لبعض الفصائل العسكرية العاملة في مناطق القلمون الغربي ومنطقة الزبداني تحديدا، أثبتت هذه الفيديوهات حجز عدد من عناصر قوات النظام، وأيضا حجز عدد من قوات الجيش اللبناني وقوات تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني. وأيضا كانت هناك صور تؤكد سيطرة على عدة آليات ودبابات وتحرير عدد من الحواجز الهامة التي تحيط بمدينة الزبداني، والتي أصبحت الآن أسهل تحرك بالنسبة للفصائل العسكرية العاملة في المناطق القلمون والزبداني. طب هل يعني سيطرة من هذا القبيل بالعادة تكون مستدامة نوعا ما، أم أنه قد تكون هناك خشية لاستردادها من قبل قوات النظام من جديد؟ الحقيقة لم نلاحظ هناك تحرك عسكري كبير في منطقة الزبداني في الأشهر الماضية. الآن قامت بعض الفصائل العسكرية بتحرير هذه الحواجز بشكل كامل، وهي ليست حواجز كما نحن نسمع ربما أنه حاجز يعني 4-5 عساكر ودبابة، هو بمثابة سكنة عسكرية يتواجد بها العشرات من قوات النظام والمتاريس والأسلحة الثقيلة، 14.5 دبابتين على كل حاجز، وآليات ثقيلة كالشيلكا وعربات البي ام بي. يعني هو سكنة عسكرية ضخمة تم تحريرها بشكل كامل، ومن ثم قاموا بالتمترس داخل هذه الحواجز التي تم تحريرها. يعني ربما يكون من الصعب على جيش النظام استعادة هذه الحواجز التي تم السيطرة عليها. وأيضا هناك أهمية لهذه الحواجز أن الجيش الحر لا يمكنه أن يترك هذه النقاط لكي يكون هناك تحرك وجلب مؤن ومؤازرات بين بعض مناطق القلمون التي تربط الزبداني من ضمن هذه الحواجز التي تم تحريرها. من ريف دمشق براء عبد الرحمن مراسل شبكة سوريا مباشر، شكرا جزيلا لك.